ولا نأهل لا إله إلا الله مخلوق اللهم أنتم شبي حبيبك مصطفى ورسولك مصطفى أنتطهر كل فنانك وصي بيان مشاهدك ومحبتك وآلتنا عن سنة وجاهاتك وشوق إلى لقائك الكرام اللهم يا صريخ المستريخين ويا رسول المستريخين ويا مفرش كرم مكربين قرار كرم مثال محلنا ولا يخفى عليك شيء من الليلة يا شاهد غير غائب ويا قرم غير بعيد ويا غالب غير مغلوب جعلنا فرج محنفين جعلنا فرج محنفين جعلنا فرج محنفين اللهم لا فرج إلا فرجه وجعلنا كل هم وغم وكربين بأن بيده مفاتيح الفرج فينا شاء الله من يريد غنى من اثم وجهين وظالم خاسر وانا بيدك القوي انك على كل شيء قدير اللهم يا ربي كل امر وسرا اللهم يا ربي سكن في جميع امورنا اللهم رب حدث بيننا وقلبنا قلوبنا ويسول السلام وانجنا من دروس النوم واجنا من الفواحش ما ظهر منها وبطن ارحم الراحمين العالمين اللهم ربي اعنا ذلك كوشك على ذلك لا اله الا الله اللهم يا ربي صلى الله عليه وسلم وعفو عنا وعافنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوام اجعلنا من الصالحين فقال جميل اين مكان وتعين وما يحفظنا حفظه ثبتنا ويثبتهم وفرحنا ولا بعد الله يشفي به المقبول لا يخرج عليه من دي انا خفر الدين من دي اغلب السعادي ولا يعمل العظيم ولا عند الله عند الله يسمى خير شرع الدين المبارك في صحيح شيخنا سيدنا سيدنا الله يرحمه السعادي واجعله في مقال سقين عند اماكن مقتديه اللهم عليه من نبينا وصدقنا بالشهداء والصالحين وحسن اولئك اللهم اغفر له وارحمه وارحمه الشعب وارحمه جميع والدينا ومشايخنا من اولهم الى اخره في الاسلام ان شاء الله حفظ بلادنا الى اخر المسلمين وزعلنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله اللهم رب ازيد وسيرته القديره بارك الله في عزه وبعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لتقمان وزعلنا اهل واصحابه كل في رب العالمين اللهم يا ربي رجع فينا ولا منا ولا ما عشتنا ولا اللهم يا ربي رجع فينا ولا منا ولا ما عشتنا اللهم يا ربي رجع فينا ولا منا ولا اللهم يا رب حبيبنا وحبيبنا هذا المجيد يجمعنا الله يجمعنا خير الدارين وعلى السعري الله يحفظ اهل من شفي اهله وحمل ليدات ان شاء الله خيات جميع الاسر المباركه ان شاء الله الله يفهم مثل ان شاء الله واجعل الدار عاليه دائما ان شاء الله بالقران وبالذكر وبلا اله الا الله محمد رسول الله ايات معظم عليها من عليها جميع الحاضرين بلا مقاصد جميع جنه به الشفيع اللهم ربي ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ربي اشفع فينا خيرنا اللهم ارحم فينا وتوعنا تبثنا صلحا يا رب العالمين اللهم هذه الليله المباركه العظيمه هي الاسراء والمعراج الله يكرمنا بسرها وبركتها ويكرمنا بالتجليات التي تجعل الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربي اكرمنا كما اكرمته اللهم ربي اكرمنا كما اكرمته اللهم ربي اكرمنا كما اكرمته وخلقنا بخلقه صلى الله عليه وسلم وجعلنا على اثره وعهده لا مبدين وخيره اللهم ربي مدنا المهد في كل وقت حي اللهم يا ربي مدنا المهد في كل وقت حي اللهم يا ربي مدنا المهد في كل وقت حي اللهم يا ربي في هذه الليله المباركه وتبارك وفضل الصلاه على هذه الامه المباركه وجعل الصلاه بين العبد وربي اللهم ارجعنا دائما متصلين يا ربي يا عبد الله لا ترحمنا يا ربي ولا تحبينا وبينك يا ربي اللهم يا ربي لا تحبينا وبينك اللهم يا ربي لا تحبينا وبينك وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مشايخنا اجعلنا من الداكين الله لك الكثيره اللهم رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يدلنا وليت ولا يعز ولا هديت تبارك ربنا وتعاليك اللهم يا رب اهدنا بنورك اليك واقمنا بصدق العبوديه بين يديك اللهم اجعل سنتنا رفضه بذكرك ونفوسنا مطيعه لامرك وقلوبنا مملوءه بمعرفتك واسرارا منعه بقربك وصل العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم رب اهدنا من فضلك اللهم رب اهدنا من عندك واغفر عنا وطلق من شرعنا من خزائن رحمتك والبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا من لدنك علما نافعا طويلا ذكرا قال رجاء بين جام قرب الله يبلغ مقصدهم جميعا ان شاء الله
الله يقضي حوائجهم جميعا، الله يبلغ مقصودهم في اهلهم وفي بلداتهم وتكون يا عزيزين لهم يا رب العالمين. اللهم ربي ثبتنا وثبت القول الثابت بحرمتنا بالاخره، اللهم ثبتنا على هذه الطريق المباركه طريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على اثره من رسول الله، اللهم ربي ثبتنا بجاهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت ونحن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من 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 الذين يتبعونه يتبعونه ويتبعونك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وعول علينا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك شهر رجب الاعظم، اللهم ربك ربنا بسره وبركته، وضعنا شهر شعبان شعبان شهر سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا فيه بليله عظيمه ليله نصف من شعبان، وكرمنا ورزقنا الحلال الطيب المبارك يا ربي بغير تعبنا ومصابنا رب العالمين، ورزقنا العلم ورزقنا التوبه ورزقنا المحبه وطول العمر ان شاء الله بالصلاح والخير ان شاء الله، وجعلنا من وحينا حياه طيبه ان شاء الله ان شاء الله بجاه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ادخلنا شهر رمضان شهر الامه، الله يدخل علينا وعلى اهل الامه بالخير وبالصحه والعافيه وبالرزق والرفع وبالخير المبارك ان شاء الله، ويسلم على هذه البلاد ويسلم على بلادنا، الله يحفظها من كل شيطان رجيم، الله يجعلها بلاد الخير سخاء رخاء كآمنة مطمئنة يا ربي، اللهم احفظها من كل شيطان رجيم وجميع المخلصين لهذا الوطن، الله يعطيهم الصحة ويبارك لنا فيهم جميعا، والله يهدي الناس جميعا ويهدينا جميعا يا ربي إلى صراط المستقيم، واللي يكرمونا لكم بخير الدارين، والله يشافي مرضاهم ويقضي حوائجهم ويسر أمورهم يرحم والديهم وبارك في خيرهم جميعا ان شاء الله، جميع الحاضرين الله يبلغ مقصدهم جميعا ان شاء الله، الله يكرمنا بهذا الدين المبارك وبسرها وبركاتها يا رب العالمين، اكرمنا يا ربي بالتجلي الاعظم في هذه المباركه يا ربي على حبيبك المصطفى، التحيات كلها الزكاه الطيبه والسلة صلاة الله السلام عليك يا النبي ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله يجعلنا لكم بهذا السر وبهذه البركة، الله يبدل ما دي فيه ما دي من الرسول في كل وقت من الحين يا رب العالمين، الله يرد علينا هذا الأولياء والصالحين كانت كلمة هذه بلاد هنا في رحال الخوف العظيم سيدي أبو الدين الغوث رضي الله تعالى عن سيدي الشيخ السنوسي سيدي الدوس بن الحلمي وجميع أولياء الله هذه البلاد مدكنا ومعمر بأولياء الله، نعطينا رضاهم إن شاء الله، نعطينا رضاهم إن شاء الله، نعطينا رضاهم ورجعنا على اثرهم وعليهم، والله يبارك لنا في الاحياء كذلك في الاحياء من الصالحين ومن الذاكرين ومن الاولياء، اللهم حمد القران العظيم الطلبه الله يحفظهم، الله يفتح عليهم، الله يجعلهم من الاعلام في هذه الامه المباركه يا رب العالمين، الاساتذه المتكلمين والله يجعل كلام النافع، ان شاء الله حبيب ان شاء الله اللي سمعنا ينفعنا ان شاء الله بجاه النبي وعليه، نعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله، وجميع من حضر في هذا المكان الله يبلغ مقصود ان شاء الله اللهم يسر لنا امورنا الله حسين قلوبنا وبيننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحب السفر وخفي البريه وتميز وتميز على وجوه أعدائنا وامسخهم على من ثلاثة ترون المضي المرجعين ولو نشاء وطمسنا على عين السبع الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء وصلنا على بعض مصطفى وطمسنا على كافى يا انسان كافى انصرنا فانك خير المصبرين افسح علينا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين واهدنا واجعلنا من قوم الظالمين وارحمنا رحمه كما هي في عينك واجعلنا من خزائن رحمتك والبسنا لباس عفوك وعافنا 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 بك يا ابنة المسلمين الكرام اللهم يا ربي تبع يتبس نصرح الله يا ربي تبع يتبس نصرح الله يتبس نصرح الله ولي خدمه ولي جره ولي حطه ولي رده ولي طيبه ولي كل سهو بأي حد الله يبلغ ما يقاطعه الصحة والعافية الله يقويهم إن شاء الله والله يفيدهم ما يتمنوا في أهلهم وفي بيتهم وفي كل عزيزين لهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ربنا اغفر لنا
ولي ولي خل سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا بلا أمان ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس إليه وإلى ربه الله أكبر Oh.